السلام عليكم ورحمة الله. في أحد بحيرات بريقة أطلقنا فيها قبل سنتين أسماك البلطي والحراسين، وهذا نرى أسماك الحراسين والبلطي. أسماك البلطي غالبا تتركز تكون داخل العقربان، كثافتها أكثر، ولكن نشوف هنا في كم سمكة بلطي موجودة. هذه نفس البحيرة من جهة أخرى، نفس البحيرة اللي أطلقنا فيها الأسماك، موجود داخل في البحيرة، وبالذات بين العقربان بين الأعشاب تتجمع أغلب الأسماك، تكون يعني أكثر أمان لها. وهذا من سنتين، يعني أطلقنا الأسماك قبل سنتين، وهذا الأسماك موجودة إلى الآن. نشوف هذا تحت فيه بعض الأسماك، هذه سمكة بلطي وأسماك حراسين. يعطيكم العافية واستمروا في تنمية البيئة.